تتجه المعارضة إلى تنظيم صفوفها بعد الأحكام القضائية التي طالت البعض من أركانها، وقد تطال البعض الآخر في قضايا مماثلة. وجميع الدعوات التي أطلقتها الديوانيات كانت تفتقد إلى برنامج سياسي، وتميل إلى التظاهر مع رغبة في التحدي. وفي المقابل تموضعت الحكومة في المجلس ونجحت في إسقاط النصاب عن برنامج عملها بعد وصفه بالإنشائي، لكنها لم تفلت من الاستجوابات التي يبدو أنها لم تقف عند هذا الحد، وستتجاوزها إلى التحقيقات في مخالفات وتجاوزات حصلت في الوزارات والمؤسسات الحكومية. أطاحت الحكومة بجلسة مجلس الأمة اليوم لتمنع التصويت على برنامج عملها المقدم والذي أثار استياء غالبية نواب المجلس. النواب من جانبهم اعتبروا أن البرنامج إنشائي يخلو من الموضوعية، فيما فضل آخرون صعود الوزراء لمناقشتهم بأولوياتهم للمرحلة المقبلة ليتسنى للمجلس محاسبتهم لاحقا. النائب سيد عدنان عبد الصمد انتقد التصرف الحكومي حين عمدت إلى إفقاد النصاب بعد أن استشفت أن التصويت على برنامج العمل يخالف رأيها، داعيا الحكومة لتحمل تبعات مناورتها. مع الأسف تصرف الحكومة ومناورات الحكومة ممثلة في وزيرة التنمية، يعني الآن بعد ما شافت أن والله التوجه لتصويت يخالف رأي الحكومة، ولما فشلت أيضا في إقناع مجموعة من النواب عملت على الإخلال بالنصاب. من حقها الحكومة أن تعمل ذلك كمناورة سياسية، ولكن أيضا أن تتحمل تبعات تلك المناورة. النائب عبد الحميد دشتي من جهته أكد أن المجلس لا يملك إقرار البرنامج من عدمه، بل أقصى ما يمكن للأعضاء عمله هو وضع الملاحظات لمناقشتها لاحقا مع الوزراء في اللجان البرلمانية. احنا لا نملك اقرار هذا البرنامج من عدمه، البرنامج يعرض وتتم مناقشته، وبالتالي يبدي الاعضاء الملاحظات وتأخذ فيها الحكومة، ترفق بالبرنامج وانتهى، هذا كل اللي علينا، وبالتالي ليس هناك موافقة من عدمه. كان في مقترح، بعض الاخوة اجتهدوا بتقديم مقترح لإعادة البرنامج للجنة من اللجان غيرها، هذا لا نص له في الدستور ولا في اللائحة. نواب آخرون رأوا أن البرنامج الحكومي خلا من العديد من القضايا التي يفتقدها البلد، والتي من أهمها الوحدة الوطنية وآلية ترجمتها على أرض الواقع. مو معقول ننتظر شهرين لتأتي لنا الحكومة بهذا البرنامج الإنشائي، ولا يرتكز على أشياء أساسا غير موجودة نريدها أن تبنى. قضية الوحدة الوطنية، قضية تكافؤ الفرص، قضية أمن الوطن والبلد، هذول مو موجودين في البلد. وقضية تدعيم الاقتصاد، من يعتقد بأن تدعيم الاقتصاد يجب أن يكون من تقوية التجار مخطئ. يرى عدد من أعضاء مجلس الأمة أن الحكومة استطاعت وبتكتيك من وزرائها تأجيل التصويت على برنامج العمل الحكومي من خلال فقدان الجلسة للنصاب، أملا منها أن تستطيع تمريره لاحقا، الأمر الذي أثار حفيظة هؤلاء النواب. حمد النبهان من مجلس الأمة، قناة الكوت.